سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم، ويقدمها لكم مجد المقبلي في هذه النشرة. وسيط الجمهورية يقدم تقريره السنوي لرئيس الدولة. حصيلة الهجوم الإرهابي في مقديشو ترتفع إلى 276 قتيل و300 جريح. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي صباح اليوم الاثنين في القصر الرئاسي وسيط الجمهورية الدكتور قاسم إسحاق عثمان، وذلك برفقة أقرب معاونيه. وذلك لتقديم التقرير السنوي لأنشطة مؤسستي لعام 2016. ورحب رئيس الدولة بوسيط الجمهورية واستمع باهتمام بالغ بيان وسيط الجمهورية الدكتور قاسم إسحاق عثمان، كما سلط وسيط الجمهورية الضوء على حصيلة الأنشطة الرئيسية لوساطة الجمهورية للعام المنصرم. ويذكر أن هذه المؤسسة تقوم بتحسين العلاقات بين المواطن والإدارات من خلال تسوية الخلافات وإيجاد حلول مناسبة للطرفين. وفي مداخلة له عقب لقائه برئيس الجمهورية، قام الوسيط الجمهورية بتقديم تقريري الخاص لفخامة رئيس الجمهورية. مزيدا من كلمة الوسيط نتابع مع الزميل شاكر علي. Qui font obstruction aux instructions du médiateur. Excellence, Monsieur le Président de la République. هذا التقرير الحالي يقدم حصيلة الأنشطة التي أنجزت من قبل المؤسسة خلال العام المنصرم. يحتوي على إدارة الشكاوي والصعوبات التي تعرقل تعليمات وتوجيهات الوسيط، إضافة إلى توصيات التي تم صياغتها وأنشطة الوسيط الأخرى. وقد تم تسجيل 86 شكاوي جديدة في عام 2016 في المكتب الوسيط، إضافة إلى 78 شكاوي منذ بدء مهامي في 16 من مايو 2016، أي 164 شكاوي يكون إجمالا، حيث تم علاج 37 شكاوي وبقيت 127 ما زالت تحت دراسة. وبوصفها كهيئة للتحكيم والمصالحة والسلطة الدستورية، يساهم أيضا وسيط الجمهورية في توطيد التلاحم الاجتماعي والحكم الرشيد وتعزيز دولة القانون، وأنه من الضروري أن تتمتع هذه المؤسسة الفتية بإدار قانوني جديد طبقا للدستور لحماية الأشخاص البسيطة واللاجئين، كما إعطاء قدرة للوسيط في المجال معالجة الملفات بالتشاور مع السلطات المعنية بغية الحصول على رد في مدة محددة. وصل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حماد إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات أعمال الجمعية العامة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك برفقة وفد رفيع المستوى من البرلمانيين الجيبوتيين وكوادر من الإدارة، وهم جميعا عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى السفير الجيبوتي في روسيا السيد محمد علي كامل. وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن شونغونغ، وبتشاور مع قادة مختلف المجموعات الجيوسياسية. هذا والتقى رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية برئيس الوزراء الروسي، ونقل خلال تحيات الشعب الجيبوتي ورئيس الدولة السيد إسماعيل عمر جيلي إلى نظيره الروسي. ومن المقرر أن يناقش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي موضوع تعزيز التعددية الثقافية والسلامة من خلال الحوار بين الأديان وبين العراق، بجانب الموضوعات المندرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد، ومن أهمها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. بتوجيهات من رئيس الدولة السيد إسماعيل عمر جيلي، غادر فريق طبي بقيادة وزير الصحة الدكتور جامع علمي أوكي صباح اليوم إلى العاصمة الصومالية مقديشو بغية تقديم المساعدات الطبية للجرحى في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت الماضي وأودى بحياة مئات الأشخاص.
وما زالت حصيلة القتلى والجرحى في ارتفاع خلال الساعات القادمة. وقد استقل الفريق الطبي طائرة تابعة للقوات المسلحة الجيبوتية من أجل تقديم المساعدات العاجلة. ويتكون الفريق الطبي من أطباء جراحيين وأطباء من مختلف التخصصات، وبحوزتهم 4 أطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية. هذا ويقدر عدد الأطباء إلى حوالي 30 طبيب. وفي تصريح أدلبي للتلفزيون الوطني، حدثنا الوزير عن أهداف زيارته للعاصمة الصومالية هذا اليوم. مزيدا من كلمات الوزير مع الزميل إدريس عمر. نحن الآن في مطار الجيبوتي الدولي، وسنتوجه إلى الصومال تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، الذي يبادر دوما إلى تقديم المساعدات العاجلة لأي بلد يتعرض لمشكلة ما. وفي هذه المرة فقد أمرنا الذهاب بأسرع الوقت الممكن إلى الصومال وإيصال هذا البلد الشقيق الدعم الطبي. وفي هذه الزيارة أقود طاقما طبيا يتألف من أطباء أخصائيين والأطباء العموميين والممرضين، إضافة إلى الأدوية الضرورية. هذه الخطوة تشهد بوقوف جمهورية جيبوتي إلى جانب الأشقاء في الصومال، وأننا نشاطرهم الآلام. وكما هو معلوم فإن بلادنا لم تدخر وسعا في سبيل إحلال السلام في الصومال منذ انهيار الحكومة الصومالية. لذلك كانت هناك جهود كبيرة بذلت سواء في عهد الرئيس الراحل حسن جوليد أو الرئيس إسماعيل عمر جيلي. ونؤكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار هذه الجهود وتنفيذا لتوجيهات الرئيس جيلي. في إطار التضامن مع الأشقاء الصوماليين، وعقب الهجوم البربري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت الماضي وأودى إلى مقتل أكثر من 300 وإصابة مئات الجرحى، توجهت بعثة طبية بقيادة وزير الصحة، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، بغية تقديم المساعدات الطبية الإنسانية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل شاكر عليه. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل أول يوم الأمس السبت في مركز تجاري مرتبط بالزبائن بقرب من فندق سافاري إلى 300 قتيل وأكثر من 300 جريح. وفي هذا الحدث المأساوي بعث فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أحر التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الصومالي وإلى أقارب الضحايا، وأدان بشدة عن هذا الهجوم البربري الدموي الذي استهدف أبرياء. هذا ودعت حكومة الصومالية إلى تعبية المجتمع الدولي وتلبية نداء الرئيس فرماجو للتقديم دعم إلى شعب الصومالي. وأرسل رئيس الدولة السيد إسماعيل عمر جيلي وزير الصحة دكتور جامع علمي عكية إلى الصومال، حيث عقد هذا أخيرا اجتماعا ظهر أمس للتنفيذ أوامر رئيس الدولة. هذا وتوجهت وحدة طبية تتكون من الأطباء عامين وجراحيين من مختلف التخصصات وممرضين لتقديم عناية طبية وعلاج إلى الجرحى، وذلك بقيادة وزير الصحة دكتور عتكي. وقد قادرت البعثة الطبية بمطار الحنبولي الدولي متجهة إلى عاصمة مغديشو لتقديم عناية طبية للجرحى في المستشفى أردوغان. هذا وقد أعربت جمهورية جيبوتي دوام عن تضامنها مع أشقائها الصوماليين، حيث تتواجد تتيبة من قوات المسلحة الجيبوتية مع قوات الإفريقية المعروفة بأميسون. وقبل تشكيل هذه القوات الإفريقية في الصومال عقدت
العديد من المؤتمرات والمصالحة الوطنية لصالح الصومال في جيبوتي، وأبرزها مؤتمر عرفة الذي استغرق حوالي 8 أشهر وأدى إلى إعداد الدستور الصومالي من أجل تشكيل مؤسسات الدولة الفتية. كما حضر رئيس الدولة العديد من المناسبات في الصومال، منها حفل تنصيب قادة الصوماليين وتشجيع الجنود إلى مشاركة في إرساء السلام والأمن في الصومال. هذا وتأوي بلادنا العديد من اللاجئين الصوماليين، حيث فتحت بلادنا أبواب مدارسها ومؤسساتها التعليمية لهم، كما أرسلت جيبوتي مساعدات إنسانية عاجلة عقب الجفاف والجوع الحاد الذي شهدتها شبه المنطقة والصومال بصفة خاصة. وقد حضر رئيس الدولة شخصيا حفل تنصيب رئيس المنتخب فورماجو مؤخرا هذا، ويعرب فخامة الرئيس الجمهوري عن قلقه الشديد للوضع الراهن التي تشهده الصومال، وحث الصوماليين العمل دون كلل من أجل البناء مؤسسات الدولة الصومالية. هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الزميل محمد عبد الله عمر. أهلا بك محمد. اهلا بك. تطلعنا عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع طبعا. شكرا لك زميل مجدي المقبل. هذه الخطوة التي قامت بها جمهورية جيبوتي ليست الاولى من نوعها. طبعا معروف ان جمهورية جيبوتي لم تدخر جهدا منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، وهنا نتذكر عددا من المواقف التي تجسد مدى اهتمام جمهورية جيبوتي بالقضية الصومالية بشكل عام. لا يمكن أن ننسى الكلمة التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1999 ب3 أشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الكلمة استغل رئيس الجمهورية مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يلفت انتباه العالم إلى القضية الصومالية التي كادت الكثير من دول العالم تنسى بأنها أزمة إنسانية ينبغي معالجتها من الدرجة الأولى يعني طبعا. نعم. يعني لا يمكن أن ننسى أيضا أن فخامة رئيس الجمهورية هو صاحب مبادرة مؤتمر عرتا الذي شاهدنا قبل قليل لقطات منه. هذا المؤتمر هو الذي أعاد للأمة الصومالية الأمل في أن تعود مرة أخرى إلى موقعها في الساحة الدولية. لا يمكن أن ننسى أيضا أن فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي كان أول رئيس قام بزيارة إلى الصومال منذ عدة سنوات في وقت كانت الأوضاع الأمنية مترددة جدا، ولم يكن بإمكان أي مسؤول مهما كانت مرتبته أن يزور ذلك البلد، لكنه ليؤكد للعالم مدى تضامن جمهورية جيبوتي ووقوفها إلى جانب الشعب الصومالي في هذا الظرف الحرج، توجه رئيس الجمهورية إلى الصومال وقام بزيارة لعدد من المواقع، منها مواقع للاجئين وبعض المستشفيات وكذلك الإذاعة والتلفزيون في مقديشو، إضافة إلى مقر الرئاسة الصومالية. لا يمكن أيضا في هذه المناسبة أن ننسى بأن جمهورية جيبوتي تشارك بفاعلية في بعثة الأمم الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال التي يشارك فيها كتيبتان من القوات المسلحة الجيبوتية. نتذكر في هذا الموقف بأن عددا من الجنود الجيبوتيين قتلوا وضحوا بأنفسهم في سبيل إعادة الكرامة للإنسان الصومالي وإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق الوفاق الوطني. القوات الجيبوتية المشاركة في عمليات حفظ السلام في الصومال تختلف عن بقية القوات بأنها قوات لديها علاقات وروابط أكثر مما عند الآخرين، فاللغة مشتركة وثقافة واحدة وديانة واحدة، وهنالك أيضا الجوار العلاقات القائمة بين جيبوتي والصومال. كل هذه المواقف إن دلت على شيء فإنما تدل على أن جمهورية جيبوتي حكومة وشعبا وقيادة لم تدخر ولم تتوانى يوما عن تقديم الدعم الإنساني وكذلك الدعم اللازم في مختلف الأوجه. أيضا نتذكر عندما انتشرت المجاعة والجفاف في الصومال كانت جمهورية جيبوتي من الدول التي بادرت إلى تقديم الدعم الإنساني والمعونات الغذائية للشعب الصومالي لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة التي كانت في غاية الصعوبة. طبعا هذه
ظاهرة الجفاف التي اجتاحت البلاد تعتبر الأسوأ منذ عقود كثيرة. كل هذه الخطوات إن دلت فإنما تدل على أن جمهورية جيبوتي متضامنة مع الشعب الصومالي. فيما يتعلق بزيارة الوفد الذي قاده معالي وزير الصحة دكتور جامع المعوكي اليوم إلى الصومال، تأتي امتدادا لهذا التضامن الذي بدأ منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 91. ولذلك هذا الوفد كان يضم عدد من الأطباء الأخصائيين والأطباء العموميين والممرضين والجراحين، إضافة إلى معدات طبية وأدوية. وتأتي هذه الخطوة من أجل مساعدة الصومال في التعافي من التداعيات السلبية التي خلفها التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة نحو 300 شخص تقريبا، وكذلك إصابة أكثر من هذا العدد. شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الله عمر على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك. ولن نواصل ما تبقى من النشرة. نظمت وزارة المرأة والأسرة بتعاون مع الاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي وبدعم من الاتحاد الافريقي، نظمت مناسبة مكرسة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، وذلك في المناطق الداخلية الخمسة بدءا من يوم أمس الأحد. هذا وقامت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن برفقة الأمينة العامة للاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي بزيارة لناحية بندرة بغية التابعة لإقليم دخل، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. وشارك في هذه المناسبة ممثلة الاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي والسلطات المحلية ووالي إقليم دخل ورئيس المجلس الإقليمي وممثلو مختلف الدوائر الوزارية أمثال وزارة المركزية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. وتخللت هذه المناسبة بتقديم الأغاني والرقصات، إضافة إلى تقديم أجهزة ومستلزمات زراعية لصالح 30 من الأسرة القاطنة في ناحية بندرة، حيث ستسمح هذه المعدات بتعزيز القدرات للنسوة الريفية في مجال الزراعة. وتندرج هذه المناسبة في إطار دعم المرأة الريفية لترقية أنشطتها المتنوعة سواء في مجال الزراعة أو الري أو المجالات الأخرى. وأخيرا تسجل هذه المناسبة ضمن البرامج التي تقوم بها وزارة المرأة والأسرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الريفية وأطفالها، كما تترجم رغبة الوزارة لتمكين المرأة الريفية للقيام بأنشطتها على أكمل وجه. وفي مداخلة لها أعربت أمينة الدولة للاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي عن بالغ الشكرية لوزارة المرأة والأسرة والاتحاد الأفريقي للدعم اللامحدود في تمكين المرأة الجيبوتية ومن أجل تحسين ظروفها المعيشية وممارسة أنشطتها الزراعية. من جهة أخرى، أوضحت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد علي على الأهمية التي تعكسها هذه المناسبة المكرسة لليوم العالمي للمرأة الريفية، مشيرة في الوقت ذاته أن دائرتها الوزارية لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية وتقديم لها الدعم اللازم لتمكينها في ممارسة أنشطتها في مجال الزراعة. وتندرج هذه المناسبة في إطار السياسة التي تنتجها الحكومة الجيبوتية الرامية إلى تطوير وترقية المرأة الجيبوتية. كما نظمت وزارة المرأة والأسرة بالتعاون مع الاتحاد الوطني النسائي الجيبوتي وبدعم من الاتحاد الافريقي في ناحية فراديل في عالي صبيح اليوم العالمي للمرأة الريفية، وذلك برئاسة المستشار الفني لوزارة المرأة والأسرة السيد محمد عبد جدي، كما جرت بحضور النائب الأول لوالي إقليم عالي صبيح السيد محمد حمد عباس ورئيس المجلس الإقليمي السيد عمر أحمد وعيسى، إضافة إلى مختلف ممثلي الدوائر الوزارية الأخرى مثل الوزارة المنتدبة بالمركزية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتهدف هذه المناسبة إلى تقديم معدات تخزين المياه لثلاثين عائلة في ناحية فراديل، وذلك لتعزيز وتجهيز النسوة الريفيات لممارسة أنشطة الزراعية. وتندرج هذه المبادرة في إطار رغبة الوزارة في تمكين المرأة الريفية وتحسين ظروفها المعيشية، كما شهدت هذه المناسبة مناقشات بناءة مع الأهالي حول مختلف الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية.
والأساسية، ويذكر أن الأمم المتحدة احتفلت باليوم العالمي للمرأة الجيبوتية الريفية في الخامس عشر من أكتوبر من عام 2018 عالميا، كما احتفلت جمهورية جيبوتي لأول مرة في الخامس عشر من أكتوبر 2011 وتحديدا في منطقة دخل. ولمزيد من التفاصيل حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية ينضم إلينا في استوديو الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا بك زميل. هل لديك المزيد من التفاصيل حول هذه المناسبة السعيدة بالنسبة للمرأة الريفية؟ نعم، هناك كرست وزارة المرأة والأسرة وعلى رأسها وزيرة السيدة مؤمنة حمد نشاطات وفعاليات وأنشطة مختلفة في جميع التراب الوطني، خاصة في المناطق الداخلية والنواحي التابعة لها. ويعترف هذا اليوم بالدور للمرأة الريفية بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية في التنمية الزراعية والريفية، ولا سيما في البلدان النامية. وتشكل النساء الريفيات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، حيث يمثلن حوالي 43% من قوة العاملة الزراعية، فهن تعتمدن إلى حد كبير على الموارد الطبيعية والزراعة من أجل كسب رزقهن وسبل عيش الآخرين. إذن فالمرأة زميلي مجدي تنتج وتنتج وتقوم بتجهيز وتحضير الكثير من المواد الغذائية المتوفرة، مما يعطيها المسؤولية الرئيسية عن الأمن الغذائي. ويعيش اليوم حوالي 76% من الفقراء المدقعين في المناطق الريفية، ويعد ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية عاملا أساسيا في الحد أيضا من الجوع والفقر في العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر المرأة أو تعد المرأة الركيزة الأساسية في إعالة الأسر والتأمين متطلبات الحياة، ولكنها منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تعاني من ظروف قاسية أسبابها الجفاف والحروب الأهلية وارتفاع الأمية وانتشار الجهل ونقصان الخدمات الأساسية والنزوح إلى أطراف المدن والمعسكرات. وجاء ذلك زميلي مجدي بالتزامن مع احتفال العالم اليوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية، وذلك أيضا تأكيدا لما تطلع به النساء الريفيات من دور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي في كافة العالم والقضاء على الفقر في الريف. وقد أثبتت المرأة أنها رقما مهما في عملية التطور والتجديد، وبالتالي تسعى دائما المرأة لمواكبة التطورات أو تطورات العصر والتفاعل مع كل متطلباتها وإمكانية النهوض بواقعها وظروفها. إدريس، كما تلعب المرأة الريفية أيضا كمان يعني دور مهم في تنمية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخلاق يعني. نعم، من هنا تأتي يعني دور المرأة خاصة صحيح. فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، سواء كانت التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، لأن المرأة هي تربي الأجيال الصاعدة، ولأجل هذا تسعى المرأة دائما إلى إيجاد حلول ناجعة من أجل تطوير المناطق الريفية، خاصة فيما يتعلق بالزراعة. شكرا جزيلا للزميل إدريس عمر على هذه التفاصيل حول اليوم العالمي للمرأة الريفية. شكرا. شكرا لك. على رحب وسعة. شكرا لك. استقبل أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل ظهر أمس بمكتبه في المجمع الوزاري ممثل رفيع المستوى من الشركات والمؤسسات الصينية السيد نيكولا شوانغ، وذلك برفقة أقرب مساعده. وجرى هذا اللقاء بحضور مدير المعهد العالي للرياضة السيد سعيد علي حسين، وذلك لإنشاء مرافق رياضية لصالح الشباب الجيبوتي. وتطرق طرفان حول طرق وسبل ترقية الهياكل الرياضية وتقييم مراكز التنمية المجتمعية. وأشاد الوزير حسن بالجهود المبذولة من قبل جمهورية الصين الشعبية بغية ترقية الرياضة الجيبوتية وازدهار الشباب،
ويذكر أن المؤسسات الصينية في جيبوتي قامت خلال السنوات الماضية بإعادة تأهيل البنيات التحتية الرياضية مثل ملعب حسن جوليد أبتدون وصالة الرياضة في ثانوية الدولة. قام الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم بمنح مستلزمات رياضية كاملة لصالح مستوى الفرق الرياضية بمختلف المستويات وذلك في المركز الفني الوطني. وقالت هذه المناسبة بحضور نائب رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم والأمين العام للجنة الإدارية أدى وقد أعرب المستفيدون عن شكرهم للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم الذي لم يدخر أي جهد في دعم وتطوير كرة القدم في بلادنا. وأفاد الأمين العام أن بطولة الدوري العام لكرة القدم ستنطلق في 20 أكتوبر الجاري. ولمزيد من التفاصيل حول الأخبار الرياضية تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حسناء عبدو يحيى. شكرا. حسناء، أعلنت مصادر عراقية وكردية صحيح؟ نعم. إن معارك دارت ليلة الأحد الاثنين بين القوات العراقية والكردية في مدينة كركوك الغنية بالنفط. هل لديك المزيد حول هذه التفاصيل؟ إذا شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، أهلا بكم. نعم، أعلنت القوات العراقية المشتركة فجر اليوم الاثنين سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق وناحيتين واقعتين في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة كركوك. وذكرت قيادة العملية المشتركة في بيان إحراز تقدم كبير ضمن عملية فرض الأمن في مدينة كركوك التي تخضع إلى السلطة الكاملة للقوة البشمركة للقوات البشمركة الكردية. وكانت الحكومة العراقية قالت إن قواتها تعتزم حماية القواعد والمنشآت الاتحادية في محافظة كركوك، ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامرا للقوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بتعاون مع أبناء المدينة وقوات البشمركة بحسب ما أكده التلفزيون الرسمي العراقي. إليك الكلمة. أما وننتقل الآن إلى إسبانيا طبعا، حيث قالت متحدثة باسم الحرس المدني إن الشخصين لقيا حتفهما في موجة حرائق تشهد مناطق مختلفة في منطقة ياليسا بشمال غرب إسبانيا. نعم، إسبانيا تشهد حرائق كبيرة، حيث ذكرت التلفزيون الرسمي أن الحرائق تلتهم إقليم غاليسيا شمال شرقي إسبانيا على الحدود الشمالية للبرتغال، كما تهدد وسط البرتغال وشماله، لافتا إلى أن حرائق غابات البرتغال تجاوزت في سابقة من نوعها نهر مينيو على الحدود بين البلدين لتصل ألسنتها إلى البلدان الحدودية الإسبانية. ونقل التلفزيون عن رئيس الإقليم الإسباني أن الحرائق تسببت في احتراق الآلاف الهكتارات في ساعات قليلة جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية جدا والجفاف الشديد والقياسي الذي شهدته المنطقة خلال الفصل الصيف، واصفا الوضع في المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق الإسبانية ثراء بطبيعتها وتنوع غطائها النباتي والحيوي بالمعقد جدا، مؤكدا ثقته الكامل بأن معظم تلك الحرائق مدمرة جدا. شكرا جزيلا للزميلة حسناء عبد الحية على هذه التفاصيل حول الأخبار الدولية. شكرا لك. هكذا سيدتي وسادتي قدمنا لحضراتكم النشرة المسائية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.